ما يجوش عليه الذكاء، مين معفى من الذكاء، يعني أسئلة كتير جدا. خلينا نعرف الأول الذكاء هي إيه بشكل عام، ربنا فرضها ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. أفضل الخلق الزكاة أمين. يعني الزيادة، والزكاة لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الكريم مخاطبا سيدنا النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام: والسلام. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني تخيلي لما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام يقول والسلام. لنا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. دور الصدقة في إن هي بتغسل المعصية بتاعتي، إن أنا لما أغلط أتصدق، بعجب لأمر الدين ده، دين أمره عجب فعلا. يعني الواحد لما يغلط ويعصي ربنا، ربنا يأمره إنه يتصدق على الناس عشان ربنا يمسح المعصية بتاعته والذنب اللي ارتكبه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، طهارة معنوية، طهارة إن الواحد يتمسح اللي عليه الذنوب اللي ارتكبها، تطهرهم وتزكيهم بها. لما يكون مثلا حضرتك بتقدمي في شركة كبيرة قوي وانت عايزة تشتغلي فيها، فلازم تقدمي سي في، والسي في بيبقى مكتوب فيه انت اشتغلت فين قبل كده، ولو اشتغلت في اماكن لازم تاخدي شهادة تزكية او شهادة تقدير. الحاجات دي بتقدميها مع الاوراق بتاعتك وفي مسوغات التعيين عشان تتعيني في المكان ده، والتمايز بينك وبين كل الناس اللي متقدمين بيكون من خلال شهادات التزكية اللي انت واخداها من الشركات الكبيرة اللي حضرتك اشتغلت فيها. كذلك ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. علشان كده ربنا فرض حاجة اسمها الزكاة، والزكاة دي بتكون على الغني، زكاة المال. المال أقسام كتير جدا، سواء كان بيوت وعقارات، سواء كان سيارات، سواء كان، بشرط ان هي ما تكونش حاجات ملك خاص، يعني ما تكونش لو انا عندي قصر ساكن فيه ده ما عليهوش زكاه، لان انا بستعمله عايش لان انا فيه. بستعمله. عربيتي ان شاء الله تكون عربيتي ب 3 4 مليون ما عليهاش زكاه. انما الحاجات الزياده عن كده بقى، انا عندي اسطول نقل، عربيات نقل بتنقل بضائع من دوله لدوله او داخل الدوله نفسها، دي عليها زكاه. ده بالنسبه لزكاه المال. في طب زكاه، اشمعنى دي اللي عليها زكاه رغم ان هي مستعمله برضو وفيها حركه لأنه ده شرط الزكاة، إن المال يكون نامي بيزيد، يعني هي بتدخل حاجة. بتدخل. فأنا باجي ما بطلعش على العربيات، أنا بطلع على الدخل اللي هي بتدخله، فبشوفه هو بلغ حد النصاب ولا لأ. بخصم الحاجات اللي المفروض إن أنا أخصمها، المصاريف، المرتبات، الضرائب، الكهرباء، المصاريف بتاعت الشخصية، الباقي بطلع منه 2.5%. دلوقتي بقى بيختلف المسألة شوية، لأنه زكاة الفطر بتختلف عن زكاة المال خالص. زكاة المال الشريعة الإسلامية ربنا فرض عليا إن أنا لازم يكون عندي مال يساوي 86 جرام ذهب، تمام، ويعدي عليه سنة، ويكون المال ده نامي وما يكونش المال ده مدين. الشروط دي كلها أكيد ليها معنى أو ليها سبب. طبعا، لأنه مش أي حد ناخد منه زكاة، مش أي مال بتجب فيه الزكاة، لازم يكون المال ده بلغ حد معين عشان اقدر اطلع منه. انما الحاجات الصغيره والبسيطه دي معلهاش زكاه، زي بنتنا بتاعت امبارح اللي سالت اللي قالت انا ما معايا حوشت 2000 جنيه من مصروفي، ده معلهاش، ده مش مال ده. انما عشان تطلع لازم يكون عدى تقريبا حوالي 26000 جنيه فما فوق. زكاه الفطر مختلفه تماما بقى. زكاه الفطر دي الفقهاء سموها ايه؟ اسمها زكاه الرؤوس. الرؤوس يعني ايه؟ يعني كل واحد رب اسره بيعد الرؤوس اللي هي مسؤوله منه وبيطلع عنها، على كل صغير وكبير، على كل ذكر وانثى، على كل حر وعبد، على كل غني وفقير. حتى الفقير اللي ما عندوش مال بيطلع زكاه فطر. وده له معنى تربوي اجتماعي من الدرجه الاولى، كان ربنا بيقول لنا: انتوا صمتوا وامتثلتوا الأمر اللي أنا أمرتكم بيه، لازم يكون في تراحم بينكم، لازم تشعر بطعم العطاء. أنت يا فقير اتعودت أنك تاخد لأنك فقير، في الوقت ده بالذات لازم تطلع عشان ربنا يدوق طعم العطاء، عشان ربنا يحسسه قد إيه العطاء حلو. أنت يعني حضرتك حتى فاكرة اللي أنت هتاخد منه طلع طلع منه. منه طلع منه.
انت فاكره شخصيه جحا؟ طب الشخصيه دي مش منسيه خالص، طب شخصيه فكاهيه والادباء كتبوا كتير عنها، كتبوا قصه عن جحا ولها علاقه بالصدقه وبالعطاء. بيقولوا ان جحا مر في يوم على القريه بتاعته، فلقى جنب القريه بحر، ولقى واحد بيغرق واهل القريه كلهم واقفين على شط البحر بيقولوا للراجل اللي بيغرق هات ايدك هات ايدك، والراجل ده مش راضي يديهم ايده ابدا وهيموت هيغرق. فراح جحا وقف قال انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا له الراجل ده بيغرق واحنا بنقول له هات ايدك مش راضي. قال لهم انتوا مش فاهمين حاجه، اوعوا. وراح واقف جحا وبص في الراجل وقال له خد ايدي. فالراجل راح مادد ايده وماسك في ايد جحا ومطلعه بره. فالناس بصوا في جحا قالوا له انت جبت التايهه يعني، ده احنا بقى لنا ساعه بنتحايل عليه بنقول له هات ايدك. قال لهم انتوا مش فاهمين، الراجل ده بخيل، انتوا بتقولوا له هات، هو متعود يتقال له خد. حتى في لحظه الموت، حتى في لحظه الموت. فيه ناس مش متعلمه ان العطاء فيه النجاه. صحيح. الناس بتقول له هات هات، هو معتقد ان هات دي فيها نقصان بالنسبه له، فيها حاجه هتوجعه، في حاجة هتتاخد منه، في حاجة هتتاخد منه، هتنقص منه. عشان كده جحا قال له خد ايدي عشان يساعده انه يخرج بره الازمة اللي موجود فيها. عشان كده ربنا بيعلمنا ان احنا نعطي ونتصدق ونطلع من اللي ربنا ادهولنا علشان خاطر العطاء ده في نجاة ليا. كان فيه، انا حاسس ان حضرتك معاك اي سؤال. لا ده انا عايزة اقول لحضرتك يعني بمناسبة ان حضرتك بتقول فكرة العطاء وان انت تدي بني ادم، لو استشعر وحس انه الحاجه اللي هو بيديها دي هو بيديها لربنا سبحانه وتعالى طبعا. يعني هي بتطلع من ايده لايد ربنا سبحانه وتعالى بياخدها منه، فمش لبشر، مش لبني ادمين، انا ما بديش للبني ادم، انا بدي لربنا، انا بعمل لربنا سبحانه وتعالى قال لي عليه، انه في اتصال بيني وبين ربنا، في وصال بيني وبين ربنا، في مؤشرات ما فيش حد يعلمها غير انا وهو، في حاجه في قلبي انا حساها ما فيش حد يعلمها غير انا وهو. علشان كده ستنا السيدة عائشة كانت أول ما تيجي تتصدق تمسك الدراهم تعطرها وتطيبها وتخلي شكلها حلو عشان تبدأ تتصدق بيها وتطلعها للفقراء والمساكين. لأنه مسألة العطاء دي والله والله فيها خلاص من كوارث الواحد ما ياخدش باله منها أبدا. تعالي شوفي الإخوة دول، كان في مجموعة إخوة وكان أبوهم، والقصة دي ربنا قالها لنا في سورة القلم. الإخوة دول أبوهم كان راجل صالح قوي، وكان ياخد الناتج بتاع الحديقة بتاعته. خليني أستبدل كلمة الحديقة لأن هي جت في القرآن، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة يعني الحديقة، كان عندهم جنينة يعني. خلينا نستبدلها بمشروع تجاري، خلينا نستبدلها بأي حاجة إحنا بنتكسب منها. فكان الراجل ده ياخد الناتج يقسمه ثلاثة، تلت يصرف منه على الأرض ويزرع منه ويجيب بذور ويجيب عمال ويصرف ويروي ويعمل كل حاجة الأرض عايزاه، والتلت التاني يصرف على أهل بيته منه، والتلت التالت كان يطلعه للفقراء، ما كانش يمنع الفقراء أبدا. والفقراء في القرية دي ما كانش حد بيديهم إلا الراجل ده، ده راجل في بني إسرائيل. وبعدين الراجل ده مات، فالولاد اجتمعوا مع بعض قالوا إيه؟ اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، مش هنطلع من الأرض. المقولة دي صحيحة؟ لا غلط طبعا، غلط. ده أنا بقولها عشان أبين إنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صحيح. يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، خليك كريم، الكريم ربنا يحبه قريب من الجنة الناس تحبه، البخيل ربنا ما يحبوش قريب من النار الناس ما تحبوش. فجوم الولاد اجتمعوا قالوا احنا مش هنطلع. وبعدين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، والله احنا هنروح نجمع الثمار بتاعتنا الصبح، ومعانا بقى الفوارغ اللي هنحط فيها الثمر بتاع الحديقة، ومية مية واحنا عضلاتنا حلوة وهنجمع ونروح نبيع في السوق ونبقى معانا فلوس كتير قوي. طيب خلاص، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، بس اسمعوا مش هندي للفقراء حاجة، مش هنديهم احنا احق بالمال ده. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم، اتحرقت طبعا، نزل عليها نار حرقتها. فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، مش انتوا هتروحوا تجمعوا الارض بتاعتكم والفاكهه بتاعتكم من الجنينه بتاعتكم، يلا
ومعانا كل حاجة. فانطلقوا وهم يتخافتون، بيتكلموا بصوت واطي جدا، محدش سامعهم، عشان محدش يسمعكم. ليه؟ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، عشان المساكين ما يسمعوناش، فيصحوا فيجوا ورانا فيرزلوا علينا فيقولوا احنا عايزين من اللي عندكم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. الله، الحديقة دي مش بتاعتنا، احنا جينا هنا غلط. لكن سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل ده عشان يقول لنا كل ما تبقى متصدق، كل ما ترحم أخوك الإنسان. حضرتك لو تخيلت القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ما عنديش مشكلة إن الصدقة بتاعتي تروح لمسلم، تروح لغير مسلم، القرآن ما حددش تروح لمين، تروح لمين مش مشكلة، المهم إنه محتاج، المهم إن هو روح، المهم إنه بني آدم. بني آدم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. يا سلام على أجمل حاجة في الجنة لما تقفي كده وما فيش ستارة بينك وبين ربنا، وتنظري في وجه ربنا. شوفي، اربطي بين دي وبين إنما نطعمكم لوجه الله. إحنا بنعمل كده عشان نستمتع بالنظر لوجه الله سبحانه وتعالى. وأجمل حاجة في الجنة لما تبص في وش ربنا. علشان كده ربنا لما يحجب نفسه عن أهل الجنة يوم واحد، يستغيث أهل الجنة بالله من نعيم الجنة، مش عايزين الجنة، بس ما تحرمناش ننظر في وجهك الكريم.